أما هلأ اليوم ننتقل لفقرتنا التالية. مع دخول فصل الخريف وبداية فصل الشتاء دائما بنحس في تغيرات بجسمنا، كثير من الصبايا والسيدات بيشعر أنه بلش هيك شعرهم يتعب شوي، بشرتهم تجف، في كثير من الصبايا بتقول يمكن حتى جسمي كلياته بتحسي الجلد تبعه يمكن ليه ناشف عم يقشر كثير، يمكن بعض التفاصيل بتأثر على بشرتنا خصوصا تغير المناخ واختلاف درجات الحرارة من الصيف للشتاء. لنحكي عن فينا نقول العناية بالبشرة والشعر خلال فصل الخريف والشتاء، معنا الدكتورة حلا سلوم اختصاصية أمراض جلدية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. حلا صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية مع نهاية فصل الصيف، البرونزاج، الميك اب الكتير، يمكن كل شيء عم نحطه على بشرتنا واخر شيء نحن بنهتم فيها، نحن بنهتم بخريف شتي بشرتنا. ببدايه فصل الخريف كيف فينا نحن هيك نريح البشره؟ شو الخطوات الاساسيه او البدائيه اللي لازم نعملها؟ يعني قد ايه لازم نبعد عن الميك اب لبعدين نروح نهتم ببشرتنا عند المختصين؟ هلا تمام، الجلد بالاساس هو خط الدفاع الاول ضد العوامل الخارجيه للجسم، فاي تغير بالعوامل الخارجيه حيأثر على الجلد. نحن بننتقل فصل الخريف من درجه حراره عاليه بالصيف ورطوبه عاليه، بيكون في عنا زياده افراز الغدد الدهنيه، زياده افراز الغدد العرقيه، فبالخريف بتنخفض الحراره بينخفض الرطوبه بتنخفض كمان، بالتالي هذا حيأثر على الجلد اكثر شيء بالجفاف. فنحن الجفاف اكثر، يعني الطريقه اللي بنقدر نقاومه فيها هو الترطيب، لازم تكون الترطيب يومي ودائم مو بس لبشره الوجه، لكل الجسم، لانه كل الجسم بيصير فيه جفاف. طبعا المرطبات لازم تحتوي على مواد زيتيه اكثر، تكون اويلي اكثر، يكون فيها مميهات ومطريات لحتى تطرين للطبقه المتوسفه تبع الطبقه المتقرنه، يكون فيها سوربيتول، يكون فيها بروبيلين جلايكول، يكون فيها الجليسيرين، الفازلين كمان، ممكن الفيتامين سي هو انتي اوكسايد كثير ظريف كمان، هيالورونيك اسيد، الميتيكون كمان هو ماده مميهه كثير قويه بتسحب المي من الطبقات العميقه للجلد للطبقه السطحيه فبضل رطب الجلد. طيب دكتوره خلينا نحكي عن العوامل اللي بتاثر بشكل كثير كبير على البشره خلال فصل الخريف والشتاء، وهلا يمكن بعتقد في تقلب بالمناخ كثير كبير، يعني عم نشوف تغير كبير بدرجات الحراره، فجاه عم نشوف برد كثير، بعدين بتلاقي شوب كثير، هي العوامل قديش بتاثر؟ يعني حتى بنقول الغبره، الهواء، كل هي التفاصيل المناخيه بتاثر على بشرتنا، يعني يمكن هو بعض التفاصيل اذا اهتمينا فيها واعتنينا فيها منيح لبشرتنا ممكن نعمل حاله وقايه لهي العوامل. طبعا هيدي العوامل كثير بتاثر، مثل ما قلت لكم الجلد هو اول شيء حيتاثر بعوامل المناخ اللي بتصير، حيصير في جفاف نتيجة نقص الحرارة ونقص الرطوبة، الرياح الجافة، الغبرة اللي حكيتي عليها. كمان فصل الخريف الناس بتفكر انه راح الصيف وراحت الشمس، فنحن بطل في عنا ضرورة انه نحط واقي شمسي ونعتني بهيدي القصة، يعني نحمي بشرتنا من أشعة الشمس اللي هي أكبر عدو للبشرة صراحة أشعة الشمس. فنحن لازم نهتم دائما بالترطيب، الوقاية من أشعة الشمس، الواقي الشمسي لازم يتجدد كل ساعتين، يعني مو انه خلص الصيف خلص. حتى فصل الشتاء لازم نحطه. طبعا بس ان الفكرة السائدة عند الناس انه خلص الصيف خلص، يعني بطل تمام، الشمس صارت خفيفة ما بقى في داعي نحط، لا في داعي نحط واقي شمسي، والواقي الشمسي لازم يتجدد كل ساعتين، نرطب وننظف البشره دائما، ما ننام بميك اب، نعمل بيلينج خفيف، تقشير خفيف، يعني بالاسبوع مره، ممكن بالعشر ايام مره خلال فصل الخريف، مو اكثر من هيك. نعم دكتوره حلا، خلينا بس هيك نحكي بنقطه كثير مهمه، لما بدنا ننتقل الى العيادات او مراكز التجميل عم نشوف الوضع الرائج والموضه الدارجه انه يكون في اختصاصيين ممكن يعني عاملين دوره، هن بعيدين انه يكونوا دكاتره، هن بعيدين يكونوا حدا بيعرف بالاجهزه او بالمواد يلي عم يستخدموها. اليوم نحن كسيدات كصبايا كيف فينا نحن ننتبه لهذا الموضوع؟ كيف فينا نحن نكون على درايه انه هي الماده ممكن تاذينا، اذا عملنا باي جهاز ممكن هو ياذينا؟ خلينا هيك نضوي شوي على اهم النقاط يلي لازم نكون نحن بنعرفها.
هلا انت نقطه مهمه كثير نوهتي عليها. للاسف صاير كثير في عنا ناس ما لها علاقه بالطب، مراكز تجاريه، طبعا هي مراكز تجاريه بعيده كل البعد عن الطب. البشره هي مرايتنا، يعني مرايه الجسم، هي اول شيء بيشوفه البني ادم بس يطلع فيكي، فلازم نهتم فيها ونخاف عليها. اهم شيء ما نسلمها لطبيب، ما نسلمها لحدا ما انه اخصائي، لازم يكون في طبيب بيعرف شو المواد اللي عم تنحط، بتعرف بيعرف كل حاله شو الاجراء المناسب لها. كثير في مواد فيك او مواد، طبعا في مواد فيك وفي مواد كثير قاسيه، في مواد بتطبق غير بوقتها، كل هذا بيعمل لنا اثار جانبيه سيئه. كثير بيجينا مرضى عندهم حرق نتيجه عمل التقشير عند اخصائيه بشره، فهي جايره عليها شوي بالتقشير فصار عندها حرق. هاي القصه اهم شيء ما نروح غير عند طبيب اخصائي، يكون اخصائي جلديه درماتولوجيست، اكيد هو اللي بيعرف يتصرف وهو اللي بيعرف يدبر الحالات اللي بتصير، اي يعني اي مشكله هو اللي بيعرف كيف بده يحلها. يعني كل مشكله والى حل، فبدك مختص لحتى يعرف. صحيح. طيب دكتوره خلينا نحكي اختلاف البشرات كمان، يمكن قديش بيلعب دور بتاثر البشره بالمناخ. طبعاً. يعني نحن بنعرف انه في بشره جافه، بشره دهنيه، بشره فينا نقول مختلطه. واكثر يمكن تاثرا اساسا اللي عندهم بشره جافه، فطريقه التعامل يمكن مع البشرات تختلف. ما فيني اقول مثلا لكل صبيه ممكن تعمل نفس الطريقه. طبعا هلا البشره الجافه كثير بتفرق عن البشره الدهنيه. البشره الجافه بالاساس هي بشره حساسه، ما فيها افرازات دهنيه كافيه، ما بيصير في عنا هذا الحاجز الواقي اللي بيوقي البشره من العوامل الخارجيه، فبتتاثر اكثر من غيرها. البشره الجافه التجاعيد فيها بتبلش ابكار، لازم نهتم كثير بترطيبها وحمايتها من اشعه الشمس. البشره الدهنيه مشاكلها بتكون انه بيصير في عنا عطش شائع او حب الشباب، بيكون في عنا مسامات واسعه بسبب الافرازات الدهنيه الكبيره، بس هي الادفانتج تبعها انه ما بيصير في عنا تجاعيد بكير بسبب الافرازات الدهنيه الزياده فيها. فكل بشره وإلى طريقه عنايه، كل بشره إلى مستحضرات خاصه. البشره الدهنيه مثلا ممكن يكون في مستحضرات فيها السلسليك اسيد، الازيليك اسيد هي المقشره الخفيفه. البشره الجافه بيكون فيها مرطبات مميعات اكثر، زيوت اكثر، بيكون فيها كمان مرممات انتي اوكسايدز اكثر. تمام. دكتوره خلينا كمان نحكي بموضوع كثير مهم وهو الحقن، ان كان فيلر، ان كان بوتوكس، ان كان ميزو او اي ماده ثانيه، هل فينا نحن وقت او بعد ما نحقن بايام نهتم ببشرتنا؟ يمكن ان كان بكريمات، ان كان حتى من خلال الماشين انه نحن نعمل شيء بمراكز تجميليه، ولا لا خلص عملنا ابار او حقن ممنوع؟ هلا يعني ما في شيء ممنوع، يعني اذا عملتي مثلا انت عامله بوتوكس او عامله فيلر، ابدا. البوتوكس لحاله بيعطي رونق. طبعا هلا البوتوكس هو بيشتغل على التجاعيد التعبيريه، العضلات بتتقلص، فبنتيجه التعبير الدائم المتكرر بيصير هذا التقلص دائم فيها. البوتوكس بيرخي العضله بيروح التقلص تبعها. الفيلر هي قصه ثانيه، هو فوليوم، هو شيء بيعطي حجم، تمام، بيعبي الفراغ الموجود، ما له علاقه بالعضله بالمره. فالبوتوكس للتجاعيد التعبيريه، الفيلر لحتى نعطي حجم، ممكن يكون في عنا درمابين لحتى نعطي نضاره للبشره، اللي هو بيعتمد على مبدا المايكرو نيدلينج، الوخز بالابر الدقيقه. ف يعني هيدا بيعمل لنا جروح مجهريه بقلب البشره، انت ما بتشوفيها، المريضه ما بتشوفها، او حتى المريض حاليا عم نشتغل لشباب كثير مثل البنات، يعني فهيدا الجروح المجهرية ما بيحس فيها، الجلد بس بيكون حاسس، بده يبلش يرمم، بيزيد انتاج الكولاجين، الالاستين، جروث فاكتور، بنشط الدوره الدمويه، وبنفس الوقت بنكون عملنا تقشير سطحي للخلايا المتوسف اللي هي بطور التساقط، يعني هي عم تتوسف بدها توقع ما بقى بتضل. وكمان بنكون حقنا عن طريق الدرمابين، ممكن الميزو اللي فيه مجموعه فيتامينز، معادن، احماض امينيه، او البي ار بي اللي هو البليت ستريتش بلازما، البلازما الغنيه بالصفيحات. بنكون اعطينا نضاره وحيويه وريجوفينيشن للبشره، يعني اعطينا اعاده تجديد الشباب. هدول قديش مهمين فينا نقول كل الصبايا والسيدات اللي بيتضايقوا من خطوط الناعمه، فينا نقول التجاعيد البسيطه اللي بتبلش تاثر يمكن على البشره الجافه اكثر من البشره الدهنيه، هي العوامل فينا ممكن الدرما بين نعمل عمليات تقشير، ولا لا بحاله الترطيب هي كافيه لاني اخر هي التجاعيد او ارتسام على البشره؟ هلا هيدي التجاعيد الناعمه هي تجاعيد محصوره بالجلد، ما بقى يعني ما فاتت لسه على العضله، لساتها بالجلد.
التجاعيد الناعمه ممكن تصير نتيجه اهمال البشره، نحن ما عم نرطبها للبشره، في عندنا جفاف بقلب البشره، ممكن ما عم نحمي البشره من اشعه الشمس، فاشعه الشمس حكينا انه بتكسر الكولاجين والالاستين وبتنشف بتنقص الاماهه، فبصير في عندنا التجاعيد. اهم شيء نرطب نحمي من اشعه الشمس اذا عندنا التاهيل الوقايه، اما اذا عندنا التجاعيد اذا بسيطه ببدايتها فينا نعمل التقشير، التقشير كثير بيفيدها، ممكن فراكشن الليزر، ممكن تقشير باحماض الفواكه، كثير بيفيد هيدا التجاعيد الناعمه. تمام دكتوره، خلينا نحكي انه كثير من الصبايا ببلشوا بعمر صغير العنايه بالبشره، هل هذا الشيء غلط بالإضافة لأخذ حبوب مثل الريتان، مثل كتير حبوب بتنشف البشرة وهي ممكن تضرهم فيما بعد، ولازم يعملوا تحاليل وفحوصات دائمة عند أخذ أي دواء؟ خلينا نحكي عن الأعمار المراهقة، عن حبوب الشباب، هل صح أنه نحن لازم نعمل تنظيف، لازم نهتم نضل رايحين جايين على المراكز؟ هلا كل حاله وإلى خصوصيتها، انا ما بقدر احكي بالعموم. بالعموم تمام، كل حاله وإلى خصوصيتها، يعني المريضه اللي عندها حب شباب طبيعي، يعني اذا كان الحاله مستاهله انه الواحد ياخذ كورس ريتان بياخذ بعد عمر 18 سنه، الكورس بده يكون مدروس بطريقه منظمه، يعني بدنا تحاليل قبل وتحاليل كل شهر، لازم يكون معنا عندنا مرطبات وحمايه من اشعه الشمس خلال اخذ كورس الريتان. تنظيف البشره هو اجراء كمان لازم يكون بمحله، يعني مثلا اذا عندنا حبوب ملتهبه بقلب الوجه ما بنقدر نعمل تنظيف بشره، هي الشغله كثير بيوقعوا فيها اللي ما عندهم خبره بالقصه او اللي هن متطفلين على المجال، اذا عندنا حبوب ملتهبه نحن ما بنقدر نعمل تنظيف بشره، يعني تنظيف البشره لازم يكون للزقان سواء مغلق ولا مفتوح، هي الروس البيضاء والسوداء، ما بيكون في شيء التهابي او عقيدي ما بنقدر نعمل له تنظيف بشره، لازم علاجه بالقبل. تماما، لازم يكون في عندنا علاج، لهيك بنرجع لموضوع انه العلاج لازم يكون بايادي خبيره وامينه مثل ما قلتي، ويجب فعليا الاستفسار عن كل المراكز اللي ممكن الواحد يتوجه لها. دكتوره بالخطاب خلينا نعطي لكل الصبايا والسيدات بعض النصائح يمكن للعنايه ببشرتهم، فينا نقول هي بعض التفاصيل البسيطه، العنايه الليليه او الصباحيه، ممكن مثل ما قلتي نعمل حاله وقايه، ما نتاثر بكل العوامل وما نوصل لمراحل فعليا نتوجه لمراكز مختصه او دكتور لنعالج المشاكل اللي ممكن تصيبنا. هلا اهم نصيحه بنوجهها للمريضه يكون اللايف ستايل تبعها صحي، يعني تهتم بالغذاء، يكون غذاءها متوازن، فيه الفواكه والخضار، الاوراق الخضراء اللي فيها انتي اوكسايدز، هي مضادات الجذور الحره، بالتالي بتمنع لنا الشيخوخه المبكره. شرب الماء لازم نشرب تقريبا 2 لتر بالنهار يعني وزياده، اذا فينا نزيد ما في مشكله، نبتعد عن التدخين، على الارجيله، السهر كمان، كل هذا اللايف ستايل بياثر على البشره، البشره هي مرايه للجسم، فلما نكون نحن ما لنا مرتاحين حتاثر الجلد عنا، حالتنا النفسيه نهتم فيها، اكيد يكون في عندنا روتين يكون عندنا روتين للعنايه بالبشره، يعني اهم شغله نحن دائما بننبه المريض عليها انه انت الشمس هي اكبر عدو للبشره، الوقايه، اشعه الشمس، الواقي الشمسي لازم ينحط ويتجدد كل ساعتين، الترطيب، الترطيب سواء مرطبات ليليه ولا مرطبات نهاريه، ونحافظ على نظافه البشره، نستعمل الغسولات المناسبه، وما ننام الميك اب موجود على الوجه، لازم نغسل قبل ما ننام ووقت ما نفيق. تمام دكتوره حلا سلوم، نحن كثير بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى السلامه لكل الناس. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. اكيد نتشكرك دكتوره على وجودك معنا، شكرا كثير لك.